يعني ايه موسيقى؟ عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة هنبدأ بالفعل أول خطواتنا الموسيقية. إزاي؟ قبل كده إحنا أخدنا الكوردات بتاعت الـ open position وأخدنا الكوردات الباري، فإحنا ما عندناش حجة إن إحنا نعزف أي أغنية إحنا عاوزينها دلوقتي كمصاحبة أو إيقاع، بس إحنا مش هنعرف هي اتعملت إزاي. إحنا ممكن نقرأ اللي عمله الآخرين مثلا من توزيع ونقلده، نعمل زيه، اللي مكتوب قدامنا في الورقة بنعمله، بس احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه، ولا الكورد ده مكوناته ايه، ولا فين الروت بتاع الكورد او جذر الكورد او النوتة الاساسية بتاعت الكورد، ونوع الكورد ايه ولونه ايه. كل الحاجات ديت بتبقى مهمة للناس اللي عاوزين يألفوا موسيقى. فانت عشان تألف موسيقى لازم يبقى معاك الادوات بتاعتك اللي انت بتعمل بيها الالوان، باليتة الالوان بتاعتك اللي انت بتلون بيها اللوحة بتاعتك. فهي بالظبط الهارموني كده، ده بيسموه الهارموني، علم الهارموني. طب الموسيقى يعني ايه موسيقى؟ بتتكون من ايه الموسيقى كلها على بعضها كده؟ الموسيقى بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجة ايقاع، تاني حاجة لحن، ثالث حاجة هارموني. الايقاع، الايقاع هو الاناء اللي بيحتوي كل افكارنا الموسيقية، هو بالظبط المقاس اللي هنمشي عليه والعد اللي هنمشي عليه. والايقاع بيتحكم في حاجات كتيرة قوي في عملنا الموسيقي، بيديلك الايحاء. العمل ده ايه؟ لو الايقاع سريع بيوحي بالنشاط وبيوحي بالهمه، لو الايقاع بطيء بيوحي بالفكر وبيوحي بالرومانسيه. فالايقاع هو الرباط اللي بيربط كل عناصر العمل الموسيقي. تاني حاجه الميلودي او اللحن. اللحن هو بالظبط الحاجه اللي هيفتكرها المستمع من الاغنيه بتاعتك او من المقطوعه بتاعتك، التيمة بتاعتها. كلنا بنفتكر العمل بتاع بيتهوفن بتاع السيمفونية الخامسة، تا 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 تا، فاكرين احنا كلنا الطلعة بتاعت اللحن ديت، اللحن علم في ودننا. الاغنية برضو بتاعت فيروز اللي هي يا انا يا انا، دي السيمفونية الاربعين بتاعت موتسارت، كلنا فاكرين طبعا اللحن ده، لحن لا ينسى. العبقرية بتاعت اللحن هو تأليف النوت مع بعضها، بحيث تعمل حاجة المستمع يفتكرها، تتحكم في مشاعره وتبقى تديله الإحساس اللي بالظبط المؤلف عاوز يديهوله. تالت عنصر الهارموني. عشان اللحن يمشي مع الإيقاع ويبقى صوته كمان مقبول ومستحسن عشان المستمع، لازم خلفية. الخلفية ديت بتمهد للحن للبروز. الخلفية ديت بيسموها الهارموني أو التوافق اللحني، عبارة عن عدة ألحان ماشية مع بعضها ورا في الخلفية، مش مسيطرة قوي بس كلها متوافقة مع اللحن بتاعنا اللي احنا اخترناه مع الإيقاع. فانت بتلاقي الهارموني ديت ماشية مع الإيقاع وماشية مع اللحن، تربط بين الاتنين، هو الصمغ وهو الستارة اللي في الخلفية اللي العمل الموسيقي أو العمل الفني بيبقى عليه. طيب هندي مثال على الموضوع دوت. انا معايا دلوقتي صديقي الصدوق، جهاز جديد ظريف كده انا جبته عشان يساعدني في الفوكل. والجهاز دوت فيه شويه امكانيات ان انا بقدر اسجل عليه ايقاع وبقدر اسجل عليه هارموني، فبيساعدني ان انا الحن وان انا افكر في عمل موسيقي. يعني دلوقتي هنعمل تجربه عمليه على الايقاع، وبعد الايقاع هنحط هارموني، وبعد الهارموني هنحط الميلودي. الجهاز اللي انا بستعمله دوت هو جهاز بيعمل تأثيرات للجيتار افكتس، وفي نفس الوقت تأثيرات للفوكال، انا بستعمله كتير في الحفلات بتاعتي. وبرضو في جهاز جواه اسمه لوبر، انك انت ممكن تعمل موسيقى بتمشي معاك في الباك جراوند وانت بتعزف او بتتمرن او بتحط الحان ليك. هنسجل دلوقتي اول حاجة الايقاع. هزود كمان عليه تاني.
ممكن نوع تاني من الايقاع بيز، اللي هو بقى ايقاع برضو بس منغم. نعمل بروبة بس عليه. كويس، هبدا. الموسيقي مع بعضه، الميلودي هو اللحن بتاع العمل الموسيقي، والهارموني هو الباك جراوند او الخلفيه اللي بتتحط ورا الميلودي عشان تبرزها وتخليها في المقدمه وتمشي معاها وتخلي اللحن مكتمل وغني. واشوفكم الحلقه الجايه.